كل دقيقة بيطلع منها قطر وكل دقيقة بيوصل فيها قطر، ألوف من الناس بيتقابلوا وبيفترقوا فيها، اللي من بحري واللي من قبلي، الخواجة ومن البلد، الغني والفقير، الشغال والعاطل. أنا مدبولي متعهد الصحف في المحطة وله الكشك اللي ببيع فيه. شغلتي خلتني أقرأ في الجرايد كل يوم حوادث غريبة، لكن وجودي في المحطة خلاني أشوف حاجات أغرب. وأغرب حاجة هي إني في يوم بعد ما صليت الظهر شفت جدع غلبان مرمي على الرصيف زي غيره من اللي بشوفهم كل يوم في المحطة، سايبين بلادهم وأهليهم وفاكرين إن السعادة والمال حيلاقوها في مصر. سألته عن اسمه ما ردش عليا. جيت أمشي اكتشفت إنه أعرج، فصعب عليا وخدته أشغله مع العيال اللي بسرحهم بالجرايد في المحطة، وعرفت إن اسمه إيناوي. بعد كده لقيت له كشك في المناورة يتاوى فيه لغاية ما ربنا يسهل، وفي يوم حبيت أطمن عليه ورحت له الكشك. اكتشفت انه انسان محروم، محروم لدرجة انه بقى مريض. مسكين يا إيناوي، مين كان يصدق ان يحصل لك اللي حصل؟ لحسن بعدين يشبهوا فيه وما ينفعناش بنكلة. النبي توريني فيك يوم يا منصور، مضايقة علينا ومحلة على رزقنا. يا اختي مش مكفيه اللي بيكسبه من البوفيه؟ لا يا اختي مش مكفيه، لازم يكسب ويحط في قرش. فضلنا من السيرة دي بقى، لحسن ينطلنا هنا. وماله يا اختي، ما احنا قاعدين اهو في البوفيه بتاعنا. ولا بس هو اللي عنده بوفيه؟ اوعى بك. مالك يا هنوم؟ اللي يشك في كرشه منصور. ماله هو قفشك؟ لا، صلت عليا الام باشا حسنين فضل يجري ورايا لما قطع قلبي. ان شاء الله ينقطع قلبه. وجردلك فين؟ مع إيناوي.
عز الحبايب يا قناوي. يا خراسك اقطع لسانك، انا بص لقناوي يا اختي ده بيموت في دباديبك. ده بيحوش لك المهر يا هنوم. طب ما تتجوزي يا استا عزيزه، ما انتوا لاقين لبعض قوي. ليه يا اختي وانا برمرم؟ انت اللي مديها له وشه مع الشمال. عشم ابليس في الجنه. هو ناسي ان انا مخطوبه لابو سريع ولا ايه؟ عارف بس مخبوط في عقله، متهيألو انك هتسيبي ابو سريع وتتجوزيه هو. انفجا فيجو مين يا بدر؟ الزازوكا منصور. يا عتنان شيل ايدك بقول لك. يا راجل راقب ربنا، انا بقالي 10 ايام مرمي على الرصيف الكحيان بتاع اسمهم ما عملتش بتعريفه. لما يبقى يجي دورك تبقى تيجي تشتغل على الرصيف ده. دوري واجيب منين فلوس ابرطل بيها الرئيس بتاعكم؟ تبرطل ده ايه؟ عشان يحن عليا ويشغلني على رصيف عادل. ده بتعب في الشيخ بتاعنا ابو جابر اشرف منك من ابو سريع بتاعك. قول لي كده، هو ده اللي فارسكم. اوعى يا واد، عارف اللي اتعرض لي هروح فين له مال؟ ان ايدك لك سر. قول لي يا خال. نعم. اسم الكريم ايه؟ ابو سريع عبد الحي. بالجود يا ابو سريع، قول لي وحياه والدك يا شيخ ربنا انورهم لك ويديك العافيه. حسألك اسأله وتقول لي على الفايده احسن. خلاص والله العظيم روحي بقت هناك. ما تقول يا عم شمندفر الزجازيق. شمندفر دطر الزجازيق حق امتي. نعم اهو. قم مد الشاي بقى وتتحصلوا ببنا. ازاي الجود من غير ما نركبه؟ اما قطر جليل الحي يودي ناسك. ايدي الحقوني الحقوني. عباس سلامتك. عباس تعال تعال معايا. عباس مش قادر. يا سليم ابو سريع، هنقعد ليه امتى نتفرج على بعضينا يا رجاله؟ شيخ سليم على جبل اهو. ما تزنش على خرابه يا ابو سريع. اطلع منها ويا تعمر. عاوز يعمل نقابه ويفرملك انت. انت قد ما ردك وحش كده ليه؟ ما تفهمني انت عاوز ايه؟ عاوزين ندور على نفسينا بقى ما دام ما حد سائل فينا. عاوزين نعمل نقابه تلمنا وتضمن لنا لقمه العيش. هنفضل كده عايشين سداح مداح؟ عاجبكم يعني الحال المايل ده؟ شفيق رزق اللي رجله اتكسرت الجمعه اللي فاتت حد سائل فيه؟ صبر شاهين اللي بقاله شهر رايد في بيتهم حدش قال له سلامتك؟ عباس عباس اللي ايده اتكسرت النهارده هياكل منين؟ النقابه يا اخوانا هي اللي تسندنا، هي الظهر اللي نقدر نعيش عليه. نقابه؟ نقابه ايه يا واد؟ انا رحت فين؟ انا النقابه، انا هنا الكل في الكل. وعشان كده الحال مايل. اللي عاجبه على كده عاجبه، مش عاجبه يورينا عرض كتافه. لا الكلام ده كان زمان ايام الفته كده. طيب يا ابو سريع، ان كنت على حرمه لما جبت لك امر فصل دلوقت. اللي في قلعك انفضوا. يلا عباس. هات يا سيدي ياخد عدوك. يا عم احنا وصلنا ياما. كيف ما اصبحت يا ابو سريع؟ نحمد الله على المدبول، ربنا يصبحك بالخير. استغفر الله العظيم يا رب، ده حر من جهنم. اعوذ بالله. ربنا يلطف فينا. لا ايه اخبار النقابه؟ ربك مسهلها، ما انت مكتب العمل هيوصل النهارده. تعالى خير كده من حق ده، انا نسيت ابارك لك. الله يبارك فيك يا عم مدبولي. عقبال بالي يا عم مدبولي. ما تتجدع بقى ولا عشان نجوزك. ايه؟ تعيش. والله يا ابني عملت طيب، هنومة جدعة وبنت حلال. والله عم مدبولي ما كان في نيتي جواز، لكن امر الله حصل. ربنا يتبب بخير، بس شد حيلك انت. لا شديد اهو، راكك لو تصحي معايا حكاية النقابة. الواحد يكتب كتابه وقلبه من حديد. ربك كريم. عقبالك يا عروجة. وبعدين يا صلبة يا عم هو كلام، انت بالك اللي زي ده هيتجوز؟ جوز قوي ما يتجوزش ليه؟ غيرش بقى لما يلاقي له واحدة خارج بيت ولا عارجة زيه. حرام عليك يا طلبة، يا راجل خف عنه شوية. يا عم هو ده بيهمه؟ لا يهمه قوي، ربنا اللي يعلم باللي هو فيه. لكن ما دي بتوجعه قوي، إذا كان لي خاطر عندك بلاش تقولها له يا ابني. أصل بدر أنا عارف كده. ناوي ما تنساش تنادي يا ابني عن حادثة رشيد النهاردة. طلبة. أيوة. يعني لازم تكون عارجة. ما جمع إلا لما وفى. وإذا كانت عارة ما تنفعش؟ تنفع أوي. طب اتجوزني أختك بقى. خد يا عم، مش قلت لك؟ الله يجازيك يا ناوي. شنو دلوقتي يا معكش
تاخدش على خاطرك من طلبه يا ناوي، يبقى فوت خليك محبوح. انا ما ردتش على اسمك عشان اختك اللي ردت علي. لازم اشوفك، لازم اشوفك، ده انت غيب 4 سنين. ماليش دعوه، ما مرضينك مني طول الليل، حتى الناس في المحطة قول لهم أي حاجة، حتى الناس. يا حبيبي قطار شبين الكون يغادر رصيف 2. شوف واحدة معاك هنا حقطم رقبتك. وأنا هعمل لهم إيه؟ حاجة تفور الدم. ده الحالة زقزوق، حال ما يصرش عدو ولا حبيب. هو احنا ورانا بتوع الصور وهنكسب؟ تعال طول تعال. حلاوتهم والنبي تخلي بالك من عساكر. ما انت عارف اول ما اقول لك انفجر فيه دول. هوا وارجع لكم مدام ابو سريع. خدي.
يا حلوة يا بومباو. ايه اللي جابك هنا؟ ما تخافيش، انا عايزك تحاسبي من القطارات بس كده. اطلع برا. شوفي انا بقول لك اطلع برا بتاعك. لا ما تزعقيش يا ناس. كلمة واحدة بس، خليني كلمة واحدة. سيب ايدي، بقولك سيب ايدي. بصها يا هنومة. سيب ايدي يا مجنون. طب وشرف امي لو ابو سريع يربيك عليه الادب يا عروقة. شايفين شاهدين وراي عيال وراي طول. Thank you.
يا وعد يا وعد ولا القمر الروس اروي العطشان يا جميل. هو بيلف الكاميرات بالأغراض اللي يقفل الصبح. يا جميل اتفضل اسمع. يلا وراه وراه. عريسوس 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 عريسوس. علي انا عريسوس. ما تزعليش يا لايكا. شيال شيال خد شيلك. هات يا جنان. نزلنا الشنط يا هاني. مفيش يا ست هاني، هنودي العفش لوزيدة ونجيبه على رصيد الساعة 5. العفش ده لازم يكون على الرصيد. حاضر يا ست هاني. ما تفرش على العفش بقى بتاع البيه الصغير يا شفيق فندم. حاضر متأخرش. ماما مستناك في البيت. ما انا سلمت عليه. هتسيبها كده اخر يوم؟ عندي ميعاد مهم. مالكش حق. اوروفوار. بس انتوا بتيجوا هنا الساعة 5. هات الأغراض. ما بقتش هنا. أيوة أنا جاي أهو. يا ابني الفلوس دي زيادة، تعال خد. النومة النومة. ايه؟ على مهلك شوية، ما تستني لما نمشي سوا. ايوه عشان نوصل السنة الجاية. اهلي حلو. طب سابقيني؟ يا عم احنا قدك ده، انت اكس. طب هات يا عمك. عشت بس حل عني. يا ريت اقدر يا هالنومة. ايوه 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 اشتغل لي. انا كنت عايز اقول لك انه انا بدي افهم بس انت قاطرني ليه؟ معايا كلمتين. وفرت. كانت مين على قلبي؟ اسمعي يا امي. هسمع من هنا وهسيب من هنا. زي بعض بس قولهم. طب قول. أنا يا اخويا قول بقى وخلصني بالذات. هنومة؟ هنومة؟ ايه تعالى؟ يعجبك ده؟ وريني. لطشته منين يا منايل؟ لطشته ده ايه؟ ده ورث عن امي. يبقى فالص. لا وحياة سيدي عبد الرحيم ده ذهب. البسي يا هنومه. البسي. حلو. ده شبكتك يا هنومه. هياكل من رقبتي حته؟ اقول مبروك؟ بس شكله بلدي. ردي عليا. بتقول ايه يا جدع انت؟ بقول انا شبكتك بالعقد ده. كده خبط لازم. قلت ايه؟ يا اخويا ما تروح تشوف لك واحده تانيه. مش عايز واحده تانيه، انا عايزك انت. اشمعنى بقى؟ معلقة معايا هنا. ما تشاوري عقلك وتوعيني يا هنومة. أنا بعزك أوي. ده أنا شيلك في عينيا الاتنين. ده أنتي ده أنتي أحلى من الصورة دي. بصي. لا أنت أحلى. <تصفيق
وبعدين؟ نكتب كتابنا ونرجع البلد واخش عليهم وانت في ايدي واقول له مرتي هي مرات قناوي ده انت هتبقي شكاليطه في بلدنا يا بنتنا طبعا وبعد كده ابني لك هات بيت محنتك كده على البحر ولازم على البحر بعيد عن الزيتة والقطورات يا اخويا احنا طول عمرنا عايشين في الزيتة واخدين عليها لا الزيتة بتقلب كيان انا عايز حته رايقه كده بعيد عن الناس في قبلي ونزرع لنا حته ارض ونربي لنا عجلتين ونعيش في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات وما نقساش على عيالنا ابدا ها وفي حد بيقسى على عياله نهايته وبعدين ما تكمل وبعدين العيال يكبروا وبعدين نجوزهم وبعدين يخلفوا لنا صبيان وبنات النومة بتاع ده العادي اللي هتبنيه على البحر يا اخويا فوق لنفسك افتح لك بيبس انا كنت بتكلم جد جد هو فين الجد ده عمال تبنيني في بيوت وتربي لي في عجول وتسرح بيا السرحه دي كلها وتقول لي بتكلم جد هتجيب ده كله منين انت حالتك اللضا ويعني يا جدع عقل شوف الدنيا ماشيه ازاي انا هنومه اللي قدامك وده جرده للكازوزه اللي قطع قلبه طول النهار وحضرتك سقناه اخبار اليوم الميسه الجمهوريه اللي دارت تزك بيهم طول النهار بس حاجه تفلق شحاته وقلاطه انا راجل شغال وكسيب زي مين في الكسيب ابو 15 قرش زي ابو سريع طب ده ابو سريع بيشتغل يعني كده اشتغل ب 10 زي ابو سريع اسمع ابو سريع ده خطيبه هيبقى جوزي عايز تحط راسك من راسه يا عروجه انت بس مش عايش جرالك ايه يا قناوي هاتي العقد اخيك هاتي العقد خد هاتي اخسر في جتتك ده انت طب ما تزعلش امال كل شيء اسمه نصيب قناوي عايز مكلمة تعال كلم ابويا عايزك ضروري يلا يا عم قناوي اوان اوعى ايه الحداقه دي انت هتقطب عليا يا عم سيبوني ناكل عيش هو زميلك برضه يا ابني سبحان الله ثم هو الذي وصل اولا خد منه الشيله يا جدار الواد ده موقوف عن الشغل بامر مين يا ابو جابر بامر الكلام ده كان زمان يا عالم القطار لا ينتظر احد هذه مهزله ان هنا بقى اتفضل يا استاذ ما تزعلش والراجل فيهم اتعرض لي ايوه كده انت جدع الواد ده فجر قوي ما هو مسنود واللي له ضهر ما ندربش على بطن مين بقى رساندو لفندي بتاع مكتب العمل كان معانا النهارده الصبح خليك ساكت لابو سريع لما يبلعنا في حبه هعمل ايه اكتر من كده شوف لك طريقه هو قاعد يبني في نقابه وانت عمال تبيع في كلامه بس هعمل ايه يا جدالة حته واد زي ده هيفركشنا وقعنا ببعض انا احترت وياكم استغفر الله واتوب اليه هذه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الفتنه نائمه لعن الله من ايقظها اسمع يا بني لا حول ولا قوه الا بالله لديك فكه نص فرانك يا ابني موجود فكه يا استاذ شكرا عم مجهول الشكر لله يا ابني اعمل لك كوبايه شاي معايا وبعدين نشوف بقى حادثة رشيد اسمع يا ابني اسمع
قصها في صندوق لمراسلنا في رشيد. عصر احد الشيادين في محطة رشيد على صندوق خشبي متلطخ بالدماء، وعند فتحه وجدت بدخله جثة امرأة مقطوعة الرأس والذراعين، وقد قرر الطبيب الشرعي ان القاتل استعمل في ارتكابه الجريمة منشارا او سكينا. اعوذ بالله اعوذ بالله. لو كان بالمنشار اطحى حتت وحطها في صندوق. بس استعجب يا ابني، وما مسكوش القاتل ولا عطرونه على طريق جرغة. اهي بلاوي والسلام. الله، انت رايح على فين؟ وشا يا ابني. الله الله ترى يا بيه، ودول كمان. الله، انت هتحجر عليا من دلوقتي؟ مش لازم نحوش قرشين عشان الفرح. تومي تسف القرشين كلهم. ما انا خايفه اللي يروحوا مين. لا ما تخافيش، انا عارف قيمه القرش اللي بعرق بيه اللي بكسبه بالخناق. خدي دول دلوقتي ولا اقول لك كفايه عليك دول. وهتبهدل كل اللي معاك يا بنت. حق الدخان. يلا بقى، باي باي. لا يا اخويا، الدخان اهو. هات بقى. اتلمي بقى، مش عاوزك تنزلي الشغل. حاضر. مش عاوزك تلزقي لي كده في الرايحه والجايه. ما اصل ايه، كنت جاي اشتكي لك من الواد قناوي. انت اللي بتشتكي؟ ده انت طوب الارض بيشتكي منك. سواق القطر والقنبشه حسنين والواد زقزوق كلهم حاطينك فوق راسهم وزعقين. يا بنت عقلي بقى وتلمي. الله، ما اصل الواد قناوي زودها قوي النهارده. ما عكس القطه تخربشك. والله انا مقتصرة عنه خالص. قصر الكلام، انا هقول لك كلمة حطيها حلقة في وداني. بقى الواد قناوي ده مخه مش راسي، عنده وش. اسأل عمي مدبولي هو اقول لك. الكلمة الطيبة تطويه وتخليه زي العيل الصغير، والكلمة الردية تقلب كيانه، تخلي مخه يشد ويعمل جناية. اديني فشلت، كنت حرة. Thank you.
ساكت ليه عشان نفسي. سيبني دلوقتي يا ناول عشان دمي متغير. معلش يا ولد، انا خلاص حرمت الزواج ده قوي. ربنا يهدى. هو افتكر نفسه بقى ايه يعني؟ خلاص محدش ملعينه. يلا بينا. بتعرفي تكسري كلامي؟ ما عشت ولا بايدي وما كسر كلامي. انت ايه اللي نزلك الشغل تاني؟ ايه اللي نزلك الرصيد؟ كان في شويه بوايا قلت ابيعهم عشان ادبق القرشين. ادي القرشين، قلنا مش عاوزين فلوس، هنتجوز ببلاش. لا يا اخويا، لازم نروح فقوس نكتب كتابنا هناك عند خالتي. انت فاكرني من غير اهل ولا رميه ولا ايه؟ يا بنتي مش قصدي كده. امال قصدك ايه؟ صندوق هدومي معنوي عشان تشحنه. بس اوعى الصندوق لكن حتة رشيد، اقرا حتة رشيد، كتب صندوق، كتب صندوق، اقرا حتة رشيد. يلزمك حاجة يا خينا؟ دي ب15 قرش. اتفضل. ايه ده يا ناوي؟ انت فين يا عم؟ ده انا كنت عاوز منك خدمة. والنبي لو شفت حد بالرجالة بتوعنا قول لهم الراجل بتاع مكتب العمل جاي الساعة 5. عاوزهم كلهم على رصيف بورسعيد. انت شايل مني يا ناوي؟ هنو ما قالت لي انك زعلت ساعة ما زقيتك. معلش حقك عليا. Thank you.
ابو الهيل ابو الهيل خبر ايه ابو الهيل خبر ايه احلق لي بعيني يا فين ابو الحاج شتم سريع ماتت لسام يا بناول ماتت حملونا عاد حملونا ماتت لسام مرضان يا راجل سيبه ما تروح يا راجل اكتشف عيب احلف لمرت بعدين يا راجل معلش روق دمك ده اصبح عبيط ما يعرفش حاجه واسمك بناوي عيط الصعيد عيط الصعيد يخيب الكل سمعتك روق دمك انت عبد بعدين ولا عبد بيدي ما كله من تحت راسك انت عاجبك ازاي سايبه وشك عليا ليه اتغمغمت كفري لما لعبت اتغمغمت انا بقولها لكم كلمه حكم محدش منكم يطلع من خلفي ابدا كلنا رجالتك يا ابو جابر يمكن حد عقله يوزه على بلاقي ابو سريع يبقى ذنبه على جنبه بالعربي الفصيح هقطع عيشه العزاء بيد الله يا ابو جابر حيلك شويه عشان يصدقوه لا يصدقوا الباكش بتاعك انت من امتى بقالك حس يا ابو سريع انا حس عالي علشان الحق معايا علشان عاوز اخدم ولاد كاري عمالين نضحي بصحتنا وعافيتنا لاجل ابو جابر نفر واحد عمال يتحكم فينا كلنا ليه ما يكونش كل واحد فينا حر نفسه ليه كلام حلو قوي يا ابو سريع بس يا خساره يا خساره ما يجيبش همه ما يوكلش عيش يابا حد عارف ياكل عيش كام ده ما تخلي الطبق مسطور قصر الكلام يا اخوانا انا لحد دلوقتي معايا 32 واحد فاضل 18 عشان نعمل النقابه اللي له غرض اهلا وسهلا استنى انت اهو انت هذا بسرية واخد الدنيا في عيبك ولا ايه؟ احكي تعافية يا عم انتوا اللي متعافين علينا يا ابراهيم اتلمى جد الله وصل الشر ايه؟ في ايه؟ مالك يا جد الله؟ ابن امبارح يا سيدي عاوز يتمرس علينا ويعمل نقابة نقابة؟ وده كلام يا ابو سريح؟ انت عاوز تعمل فركيشة؟ يا عم سيبنا في حالنا كفاية عليك انت البوفيه والقهوة اللي مكوش عليهم انا قلب عليكم لو سبتم ابو جابر مش هتعرفوا تكسبوا ولا مليم هتبقوا زي بتوع الكازوزة اللي عمالين يتنططوا في الارض وشرف امي اللي عمل لهم نقابه هم رخيص تستجري والله المك في السجن السجن ده يلمك ولم اللي زيك سيبه يا واد اخي اوعى انت وهو ما انتوا اللي بتكسبوا المصايب كلها واحد بياكل حق الشيالين والتاني بيقطع رزق البياعين يسيبونا بقى ناكل عيش رعب ربنا انت وهو الله ميعاد النهارده الساعه 5 اللي عاوز يجي على العين والراس واللي مش عاوز هو حر ابو سريع خدني معاك يا عم مرحبا بك اهلا اهلا خد يا رجالتك ابو سريع اهو كده يا ابو سريع 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 يا ناوي والنبي هنومه هتديك صندوق زي ده فيه هدوم الفرح تبقى توصله لغايه مخزن الشحن لحسن مشغول شويه في حكايه النقابه الله ما تشوف لك عربيه تشيله فيها تبادل؟ لا والنبي عشان هنوم عاوزه صندوق كبير تبعت فيه دون فرح فقوس قلنا لا الهي يهديك يا ابني مدخولي من قدامي بقى لا تفتس مش حلوك فيها ناوي يا ابن امه ناوي ما شفتش هنومة؟ هنومة؟ لسه ماشي دلوقتي اهو. اشوف لك طريقة، اقبض عليها. ارميها في السجن، في الحبس،
ما هو انا ما اقدرش احل معاهم يا سلينا اتحمحنين. طب يا منصور يا تخين يا تشل، انت ما طلعت عينك من عشانها يا ولاد الفجافين. يا ولاد الفجافين عامل حلقه ماشي مش فاتح عينك تاكل مال بني. يلا مال يلا مال. الصحافه الصحافه يا سيدي الصحافه. روج اوام روج اوام. ابعد يا بنت الله. رئيس الجريمة؟ ايوه. اسمعي ناخد منها. مفيش مانع ابدا. سعيد سعيد سعيد. هاتي اربعه في صحة الرئيس. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. سؤال كويس من فضلك شوية. ايه رايك في رضوخ المراه الريفيه لزوجها الى هذا الحد؟ رايي ان ده استبداد استبداد تحكم على جيل لا مثيل له في التاريخ. عظيم عظيم. تسمحي بقى سيادتك تتكرمي وتتعطفي علينا بصوره للغلاف؟ ما فيش مانع ولو اني من اعداء حب الظهور. اناوي تعالى. عارف انا بعت بكام لحد دلوقتي؟ 30 ساعة. معاكي فلوس كتير؟ تشتري العقد؟ العقد؟ طبعا. بس اوعى تغليه عليا. انا هنومة. لا. انا هديت لك هدية. هدية من قناوي. وانا قبلت الهدية. بس انا شايله في المخزن. تعالي نروح نجيبه. هتشتغل عليا انا واد. بس تعالي. بطل شقاوة بقى. وانظر وقد اعذر من انظر وقبل ان اعلنها حرفا وتلبسها بالجريمة والجردة في ايه؟ عايزين مني ايه؟ ما معيش جردة. فين البت هنوم؟ في جيب. قناوي والنبي تاخد الجردل ده لحسن لو مسكوني بيه ودوني في داهية. هستناكي بيه في المخزن. ما بلاش المخزن ده عشان اديك العقد. يعني لازم. طب يلا بقى امال. الله يلا هتجيلي المخزن. طيب طيب بس يلا. اوعك يا جبلة. ماسك البيت ليه يا عم باشا؟ يا سيدة حاجة؟ أمال طالعين لينا تعملوا إيه؟ جايين نواجب الست الرئيس. كيف؟ أنا الجردل شايفه في إيدك. النبي تتنعي. جايين تزعجوا السلطان. وديت الجردل فين؟ فوتته للواد قناوي في الزحمة، خده وراح على المخزن. مخزن؟ والنبي تروحي تجيبولي منه. ما تروحيش انت ليه يا اختي على رجليكي مقشطه؟ يا بنتي لا اصله بالعربي الواد هنا ما بيبصبصش وبيعمل لي غراميات. يا خرابي وعايزه تبعتيني انا له. والنبي عشان خاطر. يلا 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 روحي هاتي. يلا اسمعي هستناكي في الفيلا بتاعتي. الفيلا Thank you.
اسماعيل شويه يا طلبه. دلوقتي يا اخوان الاجتماع ده تمهيدي، هنأيد الاسماء اولا ونشوف اذا كان العدد قانوني ولا لا. قانوني باذن الله. بركتك تحصل يا عم مدبولي. يلا شويه رجاله. والله افرض عليك يا ابو سريع. اديني عملت اللي عليا وجبت لكم الحكومه بحالها لحد عندكم. هتيجي تأيد اسمك يا جد الله ولا مستني دورك برضه؟ الطيب احسن يا ابو جابر. معلش نسيبك تقع يا ابو سريع، انا اللي هوضب لك توضيبه كويسه، خازوق مغري يطلع من عينيه. اوعى مالك يا ناوي؟ عيان؟ صندوق نومة. وفين الصندوق دلوقتي؟ ماشي. طب كمان خمسة. ما تروح انت يا ابو سيع تشوف شغلك والبركة في الرجالة. وفي نفسك يا عم مدبولي. متشكر يا ناوي. اوصل يا ناوي يا ابني لحد الكشك احسن ما فيش حد. ايه ده ايه؟ كشك كشك. ده ازاي الكشك اللي فيه؟ الله يا جد الله هي قد ما نعدمها تعيش. والله يا ابو سريع انت قلتها كلمه حكمه. طيب احسن. ومفيش ايد تسقف لوحدها يا جد الله. معلوم، وانا وزنتها في دماغي وقلت حط ايدي في ايديكوا احسن. مرحبا بك، الخيره في اللمه يا جد الله. وده فيه ايه ده؟ ده صندوق هالنومه اللي فيه هدوم الفرح. كده مبروك يا الف نهار ابيض. عبالك يا امير. يلا يا جماعة بقى شطبوا. دي واحدة يا كفندي. خلاص يا ابو سريع. معلش يا كفندي، ده صندوق هالنومة. طيب عشان خاطر هالنومة حطه في العربية هناك. مين اللي هيستلمه؟ والله ما كانت على بالي الحكاية دي. انت مش مسافر فحوص برضه؟ بإذن الله. خلاص يبقى المرسل إليه يا ابو سريع برضه. اتفضل. قول يا كفندي، القطر هيقوم امتى؟ الساعة 6. كتر ألف خيرك وشكرا يا كفندي. يا ناوي يا ابني، انت كنت فين؟ ايه اللي جرالك النهارده؟ ولا حاجه. ليه؟ امال كنت فين؟ انا صندوق الهدوم. الهدوم؟ صندوق ايه يا ابني بس؟ بعتهم في القطر. لا بعت هنومة في القطر. هنومة احنا هنتجوز خلاص.
احنا اتجوزنا. هنوم. لا يا سيدي ما شفتهاش، إلهي ما تشوف وحش. طب وحياتك يا ابني، دور لي على أبو سريع وهاتولي أوام. بس ركك حق جردل، عارف أنا لو عترت في الجردل. جردل؟ أمال جسمك قريبة. ربنا يفوت اليوم ده على خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ برب الناس من الناس إلى الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في حاجة غريبة حصلت. يا ترى الواد إيناوي كان عاوز أبو سريع ليه؟ ويا ترى ايه حكايه الصندوق؟ البضاعة ده هيطلع الساعة كام؟ الساعة 6 بالظبط، يعني فاضل 5 دقايق. يا دوبك نشتري من هنا. قولي لابو سريع يشحن الصندوق ده حالا، القطر فاضل له 5 دقايق ويقوم. وانت سلامتك رايحه فين؟ رايح اجيب الجردل من عند هنا. هو مرسول وزقزوق يعلقوك يا سلام. مجنون ها؟ شو خاني؟ خاني؟ المرة دي مش هتنفذ مريني؟ الفرد يلعب في عيبي، الواد قناوي حالته ما تصرش، ما تقول عنده وش. انا برضو ما عجبنيش ساعة ما قال لي خد اشحن صندوق هنومة. صندوق هنومة؟ يلا يا ابو سريع الصندوق اهو. بس اهو من احسن القطر انا بيقول. هنومة فين؟ بتدور على الجردل بتاعها. رايح فين؟ نبقى يا بنتي انت هيري هنومة اوامك. قولولي بقى هو انا ايه؟ مكتوب نبقى روحي نبقى تعالي.
خلاص ابو سريع يعني بيهمك قوي. خليك حيد امال. طب ما تنورني. سيبني سيبني اشتغل. يسيده يقع. ده دم من صندوق ابو سريع. مين اللي عمل كده؟ مش هناوي؟ هناوي اتصبرها يا تعب حالك. طيب حاضر. منصور دلوقتي. اوعى. يلا يا اخوي يلا يلا. اطلع. دوختني على جردل من الصبح وديته فين؟ تعالى هاتهولي. يلا بقى كمان ننور. الظابط الواد قناوي اتجنن، عقله راح، ضرب البت حلاوتهم بالسكينه. سمعتوا الكلام انا مش قلت لكم؟ قناوي مين؟ الواد بتاع الجرايد؟ ايوه ايوه مسكين يا ناس، عقله اتلحس، اطلبوا له مستشفى المجازين، ده مسكين خالص. ده انا واخد البت عنه وراح المنوره. المنوره؟ يلا يلا يا رب، الحقوه يا رجاله قبل ما يخلص عليه. قناوي عيلة البت هتقومها، أعوذ بالله. أيوة كده الدنيا طرت شوية. مالك؟ أنت ما سافرتيش ليه؟ وهسافر أروح فين؟ طب بكرة بقى نرجع البلد. وإحنا بكرة هنتجوز. ونبعد عن الزيطة دي كلها.
عارف محطة هتوحشني قوي، لكن أحسن. فرحانة يا نونة؟ قوي أنا. عقبالك أنت كمان أما تلاقي بنت الحلال اللي تريح قلبك. عارف أنا لميت كل العزايم فضل الجردة. أبو سريع قال لي إنه راح في البيت. أبو سريع قتل حلاوتهم. إيه؟ بتقول إيه أنت؟ وعايز يهب في القرشين اللي حوشتيهم. أنت عاد اتجننت. لكن أنا مش هخليه يقرب لك. إيه؟ ده بيحبني، ده هيتجوزني. لا، ده أقتله أحسن. يقتلك أنت. فأكيد. أنت بتغير عليا يا قناوي؟ ها؟ ها؟ ابتعدوا عن منطقة المناورة. مجرم يحمل سكين. على جميع رجال الأمن في المنطقة الاتجاه إلى منطقة المناورة. على جميع رجال الأمن في المنطقة الاتجاه إلى مكان المناورة. اسمعوني، حصلوني من ناحية تانية. هنومة مدبولي. روح له، انا فهمت اتصرف معاه ازاي. روح له. قناوي، قناوي يا ابني، رد عليا. ده انا ابوك مدبولي. انت زعلان ليه؟ ده انا حجوزك هنومه والمهر جايبولك معايا في جيبي اهو، هكتب لك عليها الليله. بس اوعى يا ابني من سكه القطر. قناوي، قناوي يا ابني، الليله دخلتك على هنومه وانا بنفسي هكون من الشهود. هعمل لك فرح كبير قوي. فرحك يا قناوي، فرحك. ما انتش مصدق؟ قناوي سيبها يا حبيبي، خليها نايمة مستريحة. قوم انت معايا، قوم البس جلابية الفرح. فرحك يا قناوي، فرحك. ده انا هعمله لك احسن فرح بالمزيكا والنور والزفة. قوم يا عريس، قوم طوعني. ده انا ما بحبلكش الا الخير يا ابني. يا دخل ايديك جوا الكمام دول.
الكمام. ايوه اهو كده كويس. الكم التاني. ايوه قوم 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 يا عريس. يا إناو يا ابني يا عريس. لا لا